جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم خاء. أخونا له قضية، يقول: إنسان لا يستطيع أن يغتسل في الليالي الباردة إلا في النهار، كيف يصنع في صلاة الصبح؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليه أن يصلي صلاة الصبح في وقتها ومع الجماعة، ويسخن الماء، سخن الماء بما يسهل عليه استعماله. وسائل التسخين ولله الحمد متوفرة، إما بالحطب وإما بالغاز وإما بالكهرباء. يسخن الماء ويغتسل ويصلي صلاة الصبح في وقتها مع الجماعة، ولا يؤخرها إلى النهار، لأن في ذلك إخراجا لها عن وقتها، وأيضا في ذلك تفويت لصلاة الجماعة. وكونه لا يتحمل الاغتسال في الليل، نعم، كما ذكرنا يسخن الماء، طيب، بحيث يسهل عليه استعماله. من يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو افترضنا شيخ صالح أن وسائل التدفئة أن وسائل التدفئة في هذه المنطقة غير موجودة، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لو فرض أن وسائل التدفئة غير موجودة، نعم، مع استبعاد ذلك، نعم نعم، والماء يضر به، نعم، لبرودته، نعم، أو يضر به لأذى في جسمه كالجروح، نعم، والحساسية الشديدة، فإنه يتيمم، طيب، يتيمم بالتراب ويصلي، طيب، الصلاة في وقتها ومع الجماعة، نعم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ذكر سبحانه وتعالى أن التيمم يباح لأحد أمرين: إما للمرض الذي يشق معه استعمال الماء أو يتعذر، والشيء الثاني فقد الماء وعدم وجوده. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، استبعدتم أن تكون وسائل التدفئة معدومة بشتى أنواعها، كأني بكم ترمزون إلى شيء أو تهدفون إلى شيء، وهو وجوب الاحتياط من قبل المسلم لهذه الأمور. لا شك، هذا ليس هو من باب الاحتياط، هذا هو الواجب، لأن الله أوجب الطهارة بالماء ابتداء، ولا يجوز العدول عنها إلا لعذر شرعي مما ذكره الله سبحانه وتعالى، إما من المرض أو عدم وجود الماء. وأيضا من الأعذار إذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ولطهارته، فإنه يستعمله في حاجته ويتيمم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.